السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا، صباح السمك. النهاردة هنعمل أحلى حلقة سمك وأحلى وصفة سمك هتعجبكم جدا. كفاية ريحتها بس وهي بتستوي في الفرن هتبقى جايبة آخر الدنيا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض السمك، هنعمل السمك، سمك القاروص محترم جدا، من أكتر أنواع الأسماك اللي لحمتها فعلا محترمة، أكل وطعم وريحة ولونها كده أبيض يفتح النفس ما شاء الله عليها. هنعمل سمكة القاروص وهنحط تحتيها بطاطس مع بصل مع فلفل، حاجة كده يعني. النهاردة إن شاء الله صينية بطاطس بسمكة القاروص أو سمكة القاروص بالبطاطس، حاجة تفتح نفسكم بإذن الله. مش بس كده، يا رب يسعنا الوقت وإن شاء الله نعمل كمان مع بعض جنب الأكلة الحلوة دي الرز بالشبت، أكتر حاجة بتليق مع صواني السمك. وكتير مننا كده ما بيجيش في بالهم قوي، دايما على طول رز الصيادية أو الرز بالبصل. جربوا النهاردة الرز بالشبت معانا بالطريقة والمقادير بتاعتنا، ان شاء الله هيعجبكم جدا بإذن الله. ويلا بينا بقى بسرعة نقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا لصينية السمك بالبطاطس، مش بالخضار يا ولاد، بالبطاطس، سمكة قاروص، وممكن احط ماكريل، ممكن احط اي نوع سمك، بس يكون سمك محمل لحم، يعني مثلا بلاش البلطي هينشف على طول في الفرن على ما البطاطس تحتيه تستوي، خليها دايما السمكة المدورة اللي محملة لحم. يبقى سمكة قاروص، شرايح طماطم وبصل، فلفل رومي، بطاطس وشرايح ليمون وعودين كرفس وشوية زيت. التتبيلة الأساسية بقى للسمكة ولصينية البطاطس نفسها، ثوم مفروم، فلفل رومي وفلفل حامي، طماطم مفرومة، وعصير ليمون، بهارات سمك، كمون، ملح، زيت، خل. نقول كمان من الأول تاني عشان خاطركم، صينية السمك بالبطاطس، عندنا سمك قاروص، طماطم، بصل، فلفل رومي، بطاطس، شرايح ليمون، كرفس وزيت. تتبيلة السمك نفسها دي، التتبيلة اللي هنعملها دي سواء للصينية أو للسمك نفسه، ثوم مفروم، فلفل رومي، فلفل حامي، طماطم مفرومة، عصير ليمون، بهارات سمك، كمون وملح وزيت وخل. دي كده الصينية الأساسية بتاعتنا، أحلى صينية سمك النهاردة بالبطاطس. هنعمل جنبها زي ما اتفقنا إن شاء الله الرز بالشبت، عبارة عن كيلو رز، بصلاية مفرومة، وعندي 3 ربط شبت واخدة منهم الورق بس، وبعدين 3 كوبايات مية، وعندنا كمان ثوم مفروم وزيت وملح. دي كده مقادير الرز بالشبت. نقولها تاني، رز، بصلاية مفرومة، شبت، شبت واخدة الورق بس مش واخدة العيدان، العيدان بتاعت الشبت دايما تبقى ناشفة شوية، مية طبعا ما تحدديش مية على قد ما الرز عندك ياخد، ثوم مفروم فصين بس مش اكتر من كده، وزيت وملح بس. دي كده مقادير الرز بالشبت وسهلة جدا جدا بإذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله. صباح الخير على كل حبايبنا الموجودين قدامي دلوقتي، صباح الخير على الكنترول كله طبعا بقيادة أستاذتنا الكبيرة مخرجتنا سمر. صباح الخير يا سمر. تعالي تعالي نوري كل حبايبنا السمك بالبطاطس اللي عملناه قبل الحلقة على طول، ونوريهم كمان الرز بالشبت طالع شكله حلو وجميل ازاي، وريحته كمان ما شاء الله عليها، ريحته حلوة قوي 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 من وهو بيستوي، هتشمي ريحة الرز بتاعنا في منتهى الجمال. وعاملينه لكم على شكل تورتة. ميرسي يا سمر. سمر بتشكر في الرز، بتقول لي ايه الحلويات دي، حلوياتك انت يا سمر. ميرسي يا قمر. وربنا عالم اللي في ضميري. كده شوية زيت حطيتهم في الحلة، انا هبتدي على طول بالرز بالشبت الاول وبعد كده ندخل على الصينية على طول. شوية زيت في الحلة، وبعدين هنزل بصلاية مفرومة، مش هناخد كل ده، بصلاية بس صغيرة كده، والبصلة كده لسه لونها فاتح زي ما هي، هروح نازلة على طول بفصين ثوم بس يا ستي، حاجة صغنونة خالص مش هناخد كتير، اهو شايفين قد ايه، بس كده مش عايزين اكتر من كده. وبعدين هنقلب كله في بعضه بالشكل ده، شايفين ازاي اهو. البصل مش هخليه ياخد لون، انا عايزة ريحة البصل وطعمه تفضل في الرز زي ما هي بهذا الشكل. وبعد كده هنروح نازلين بالرز. صباح الخير يا استاذ حسين. استاذ حسين سامعني؟
حسين بيكلمني تاني. استاذ حسين سمعاك. ايوه تمام. صباح الفل يا حضرتك، صباح السعاده على عيونك. ازيك يا استاذ حسين؟ الحمد لله، لا تسلم ايدك. والله احنا من عشاق السمك يا سيف علاء. ربنا يخليك. يلا عشاق السمك النهارده يجتمعون، عندنا صينيه عسل ملهاش حل. لا نوز العنب يا سيف علاء، ربنا يخليك ما تحرمش منك ابدا. اشكرك، نورتني نورتني يا استاذ حسين. بصوا قلبوا الرز كويس كده مع البصله وفصين الثوم بالشكل ده، وهروح نازله بشويه ملح، وممكن تحطي مكعب مرقه، وهننزل كمان بشويه برده من بهارات السمك وشويه كمون، بس طبعا الاصل هو الملح. قلبي كده كويس، اول ما الرز يسخن معانا كويس قوي الشبك بقى قدامك حاجه من الاثنين، يا تضربيه في الخلاط مع الميه اللي هتسقي بيها الرز، يا تحطيه كده على الرز على طول. فانا علشان يفضل كده محتفظ بريحته وطعمه ولونه الحلو مش هضربه في الخلاط. قبل كده عملناه ضربناه في الخلاط، النهارده هحطه كده. بس بصوا امتى بقى؟ بعد ما سخنت الرز كويس. ما تخليش الشبت يسخن مع الرز في الاول، لونه هيبهت شويه، هيبقى لونه بهتان. احنا عايزين لونه وريحه الشبت كده هي المميزه في حله الرز بتاعتنا النهارده، فمش هخليه في الاول خالص يسخن مع الرز، لا تشويحه كده جوه الرز كده خفيفه كمان. شمي بقى من هنا الريحه بتاعت الشبت مع الرز، ما شاء الله عليها تحفه. بس زي الفل، وعلى طول شويه ميه كده حلوين. العقد الاساسي بتاعنا خالص بتاع الرز، وادي كده الرز بالشبت خلص معانا زي الفل ما شاء الله عليه. نغطي عليه ونسيبه يتشرب، وبعد كده نروح موطين عليه خالص كاننا بنسوي الرز العادي جدا، مفيش اي جديد يعني. قولوا لي مين بس. فعلا فعلا بيبقى شيك قوي وطعمه حلو ولايق جدا جدا مع صينيه السمك بتاعتنا، زي ما سمر كده حبيبتنا جايباه قدامكم ما شاء الله تبارك الله عليه، طعم وريحه هتعجبكم جدا ان شاء الله. يا دعاء يا دودو. الو السلام عليكم، ازيك يا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا صباح الهنا. حضرتك عامله ايه؟ صباح النور والعسل. صباح العسل عليك. صباح السمك. ايوه احلى صباح، والله احلى صباح ده. انا بحب السمك جدا. بجد؟ طب حلو، يعني انت بقى النهارده معانا بقى ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه اسال حضرتك عن حاجه. اتفضلي. عايزه الصوص اللي هو المروار اللي هو اللي بيجلس في الطرق. الله عليكي الله عليكي الله. عايزاه الوان كمان يعني. اعمل لك مروار اخضر، اعمل لك مروار اصفر. عايزه احمر عشان راس السنه. الله عليك، يبقى احمر بقى. عيني. احلى حلويات ان شاء الله. الاساس ازاي؟ ولما احط له لون وكده، يعني اللون ده بيبقى في الاخر متهيألي صح؟ طيب بصي هقول لك دلوقتي حالا، لان هو الاساس بتاعه بنسيح شوكولاته بيضة ماشي كده؟ فأهم حاجة عندي الشوكولاتة البيضة تبقى ماركة محترمة، ماركة كويسة جدا، لأن هي بتبقى حساسة جدا وإحنا بنسيحها، بتخرز معانا بسهولة. فاهماني إزاي؟ فلازم تجيبي نوع نضيف. لو جالها أي بخار بتعمل بالظبط كده. لما نيجي نسيحها يا قمر هنسيحها إزاي؟ هبشرها بالمبشرة الأول. حلو كده؟ وبعد كده هحطها في بولة، واحط البولة على كزرولة صغيرة فيها ربعها مية، بس المية ما تطولش البولة من تحت، اوعي هتخرز معاكي. تمام. حلو كده، دي أول خطوة. بعد كده ما بقلبش الشوكولاتة خالص طول ما هي بتسيح على نار هادية خالص، خلي المية تغلي بالراحة على مهلها. ماشي كده يا قمر؟ وبعد كده أول ما تسيح تروحي واخدة معلقتين لبن حطاهم عليها مع معلقتين زيت، وتقلبي بقى كله ببعضه هنا، تقلبي بقى بقلب جامد بعد ما الشوكولاته البيضه تكون ساحت. ابعديها عن النار، قلبي كويس قوي، هتبصي تلاقي الزيت اداها لمعه حلوه قوي، اللبن اداها قوام حلو. بعد كده تجيبي لون جل، الوان جل، اللون بقى اللي انت عايزاه، حطي عليها وقلبي تاني، هيديكي احلى مروار باذن الله. هعمل لكم كل ده من عينيا الاثنين. قولوا لي احنا بعدنا بقالنا فتره كبيره عن الحلويات وخصوصا عن الحلويات الغربيه، فقولوا لي تحبوا نعمل ايه مع بعض وان شاء الله نشتغل فيه زي ما انتم عايزين. ايه بقى الجمال ده؟ ايه كميه الخضار اللي لونها رهيب ولا رهيب؟ ايه كميه الالوانات دي؟ ده يا ستي بقى بصل، طماطم،
فلفل، بطاطس، كله بتقلب كده في قلب بعضه. ولاحظوا حاجه، احنا ما تبلناش لسه الخضار ده خالص، ده خضار كده بيور كده زي ما هو. يا سمر ما تقطعيش. يا سمر. بعد كده جدا عودين كرفس كده، لو ما عندكيش كرفس ممكن تحطي كزبره خضراء، يعني بتبقى ايه نوعا ما بديل كده للكرفس، بس طبعا الكرفس يا ريت يكون موجود، يعني مع شريحتين ليمون كده، شريحتين ثلاثه. يلا ان شاء الله ما حد حوش جوه الصينيه. معلش يا قمر هتقولي لي تاني؟ معلش مين؟ يا نوره. الو. اهلا يا نوره. انت ايه اللي عرفك بقى ان انا عامله السمك ده مشوي النهارده؟ بجد هتعملي نفس الطريقه؟ انا عاملاه، لا انا عاملاه مشوي في الفرن البلدي. الله، انا شويته في الفرن البلدي. ياه، على كلمه الفرن البلدي دي يا نوره فتحتي نفسنا. الف هنا وشفا يا قمر، ربنا يخليكي. انا عايزه الفطير اللي هو بالجلاش اللي انت كنت عاملاه بتاع زمان. ايوه عايزه مقادير الفطير بالجلاش. حاضر. اهم حاجه فيه عشان الجلاش يديكي توريقه الفطير بالظبط، كانك فعلا عامله فطير، الخلطه اللي احنا بنسقي بيها الجلاش هي دي اللي بتخليه يطرى ويورق معانا. نستاذن منا، فين المناديل؟ تنزل لنا على طول يا منا من فضلك مقادير الخلطه بتاعت الجلاش او الفطير بالجلاش. كده صينيه الخضار جاهزه معايا على التتبيله، والسمك كمان مغسول وزي الفل، هو كمان جاهز على التتبيله. هنتبل بقى، عايزين نبعد بس الصينيه دي ممكن يا سمر؟ يلا بصوا القمر لوحه فنيه يا اخواتي، تقولوش يعني مبدعه. تقولوش رسمنا بالفرشه الوان كلها طبيعيه 100%، لوحه فنيه ربانيه بجد، كميه الالوان على بعضها تفتح النفس والله لوحدها ما شاء الله عليها. وادي الرز بالشبت اتشرب اهو، يوصل للمرحله دي نوطي عليه على طول. لا معلش انت اتاخرتي عليا. ما ينفعش الكلام ده خالص معايا، ما ينفعش. ادي شموا الريحه بقى كده، يعني بحاول على قد ما اقدر وانتوا قاعدين في مكانكم الشكل لوحده يخليكم تحسوا بالطعم وانتوا قاعدين في مكانكم. ريحه الشبت طالعه حلوه قوي 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 ما شاء الله عليها. ده كده خلاص انا وطيت عليه وهسيبه بقى ايه يعيش كده ويستوي على نار هاديه. نتبل بقى التتبيله بتاعتنا. بصوا التتبيله بقى فيها ايه، هجيب هون وهنجيب معلقه معلقه معلقه، مين معانا قولوا لي واحنا بنتبل كده. وهاخد الثوم، هاخد بقى ايه حوالي كده راس ثوم كبيره بحالها جوه الهون. طيب ده حلو قوي الكلام ده. وهاخد عليه شويه فلفل ماشي، وبعدين بقى يا ستي نتبل. خدي عندك، طب ما احنا ناخد كده كله هنا، هنزود الملح شويه لان ده اللي هتبل بيه السمك وهتبل بيه الصينيه. ادي ملح، وادي كمون، كمون حبيب السمك، وايه كمان؟ وبهارات سمك. تعمليها بقى على ايديكي، عملناها كتير مع بعض، او تجيبيها جاهزه مفيش اي مشكله خالص. يا ام وليد اهلا وسهلا. وعليكم يا عسل. اهلا وسهلا يا ام وليد. عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله، صباح الهنا على عيوني. الله يخليكي ويديكي الصحه والعافيه يا رب. يا حبيبتي يا رب يخليكي، احلى دعوه والله يا ام وليد. ربنا يحفظك يا رب ويستر طريقك يا رب. الله يكرمك، تسلمي لي يا حبيبتي والله. الله يخليكي، احبك والله يا شفاء. يا حبيبه قلبي، من القلب للقلب يا ام وليد والله. ربنا يخليكي يا رب ويخليكي لاولادك يا رب. الله يكرمك ويخلي لك كل حبايبك يا حبيبتي يا رب. تعيشي يا رب، تعيشي يا رب. قولي لي ليكي سؤال. كل اكلاتك حلوه والله، كل حاجتك حلوه. ايه رايك في صينيه السمك بتاعتنا النهارده بالبطاطس دي؟ عسل عسل، وانا بحب السمك. حلو قوي، عشان كده انا قلت عشاء السمك النهارده يجتمعون. ايوه انا بحب السمك وبجيبه على طول والله. حبيبه قلبي، الف هنا وشفا ليكي. الله يخليكي كل حبايبنا يا رب. تعيشي يا رب ويديكي الصحه والعافيه يا رب. الله يكرمك، ما تحرمش منك يا ام وليد والله، تسلمي لي يا رب. اشكرك، صباحك زي العسل، صباحكم عسل وهنا زي قلوبكم كده. يلا ننزل ببهارات السمك لو حد عايز يعملها في البيت. كذا مره اقول لكم البهارات دي لما بتعملوها في البيت وتحطيها كده في برطمانات وتكتبي عليها
بتنجز معاكي وفي نفس الوقت بتبقي عاملاها على ايديكي، والله يا جماعه بتدي ريحه وطعم احلى 100 مره لو جبناها جاهزه. دلوقتي انا دقيت الفلفل والثوم مع التوابل على بعض، هزود بس كده شويه فلفل كمان اهو، وممكن نزود فلفل حامي بس حاجه بسيطه خالص، بس كده بس كده كفايه قوي. بهارات السمك اهي قدامكم، وهنزل بطماطم. دي الحاله الوحيده اللي ممكن نضيف طماطم مع تتبيله السمك اللي هي الصينيه بس، لكن غير كده لا ما تحطوش طماطم مع السمك خالص. لكن في الصينيه بتدي طعم وتتبيله روعه. عصير ليمون زودي فيه زي ما انت عايزه، وشويه خل بيدوا طعم وريحه حلوه قوي 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 كده. واخر حاجه معانا سنه زيت بس، دي التتبيله بتاعتنا. نقولها تاني، ايه رايك ننزل مقادير التتبيله تاني؟ نقولها تاني. يا سلمى، سلمى اهلا وسهلا. عامله ايه؟ ازيك يا احلى سلمى في الدنيا؟ انا الحمد لله يا قمر. انا عايزه اسالك على حاجه. اتفضلي. انت تعرفي الشيف مروه؟ اه طبعا، دي حبيبتي واختي. قولي لي اقول لها ايه؟ ايه؟ حلو قوي. عايزاني اقول لها ايه؟ اوصل لها ايه؟ قولي لي. ها؟ ايه؟ بحبها. حاضر، هقول لها يا سلمى، هقول لها سلمى اتصلت بيا وبتقول لك بحبك، حاضر، من عينيا يا قمر. بصوا كده، خدنا نص التتبيله بالظبط على الصينيه، حلو قوي الكلام ده. يا رب يا مروه دلوقتي كده تكوني ايه شايفانا وسامعانا وسامعة سلمى. بصوا ونقلب كده كله ببعضه بهذا الشكل اهو كده. انا تبلت السمك، زائد لما تبل، قصدي تبلت الخضار. بعد ما تبل بقى السمك، التتبيله بكل السوائل الحلوه بتاعت السمك هتنزل على الخضار ده، هتكمل التتبيل اكتر واكتر. يعني دي مش هي دي تتبيله اساسيه بس، لا ده لسه هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. كده خلاص الخضار زي الفل. هنبتدي بقى، هو البصل صاحي ولا ايه؟ هنبتدي بقى دلوقتي لمرحله تتبيل السمك، ودي اخر مرحله معانا. اركن يا باشا، هتقولنا السمك بسم الله، مجرنشين للسمك بقى وحاطين شرايح ليمون وحركات وكده. يعني اول حاجه هعملها هاخد من التتبيله جوه بطن السمك. شوفوا اللحم بتاع السمك القاروص ده بالذات، شوفوا لونها عامل ازاي، وخصوصا لما تبقى طازه بقى كده بتبقى عسل اهي. التتبيله بتاعتي واخده كل حاجه، يعني واخده ملح، كمون، عصير ليمون، شويه خل، فلفل حامي، فلفل رومي، واخده كمان ايه وطماطم ميه كده عشان تدي طعم للصينيه حلو. بصوا اهو، ادي اول سمكيه. الفتحات اللي انا عاملاها دي دخلي فيها التتبيله كده في كل حته. مين معانا؟ قولي لي مين معانا. يا ام ادم اهلا وسهلا. يا صباح الهنا. صباح العسل يا ام ادم. يا صباح الجمال، ايه الجمال أحلى ده؟ احلى صباح على عيونك يا قلبي صباحك والله. صباحك قمر عليكي يا احلى قمر. يا رب يخليكي والله. تسلمي ايديكي، ايه القمر بس اللي انت فيه النهارده ده بس؟ على طول كده جمال جمال كده. يا رب يخليكي. ربنا يديم عليكي محبة الناس يا رب. اللهم امين. ويحسن ما بين ايديكي. فضل ونعمة من ربنا والله، الحمد لله. ربنا يديكي الصحة والعافية. الحمد لله. تسلمي لي يا حبيبتي وما تكلمش مني. تسلمي. شايفة السمكية؟ بصي السمكية عاملة ازاي؟ بصي منظر السمك بتتكلم والله. ايوه يا سلام، سلم سمكنا النهارده بيتكلم. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي واحسن ما بين ايديكي. الله يكرمك، الله يكرمك، وما تحرمش منك ولا منكم جميعا يا قلبي. تسلمي لي، صباحك زي العسل. انتوا كلكم حبايبي، وفعلا فعلا والله يا جماعه اللي بيخرج من القلب فعلا فعلا بيوصل للقلب، دي حقيقه يعني. ناخد بقى شويه تتبيله من اللي وقعت مننا دي، مش هنرميها حرام. يلا بينا يا راجل، انت جايلي في الاخر؟ ده انا خلصت يا قمر. بصوا تبلي الاول. انا عايزه بقى ايه اوريكم اخر سمكيه دي اهو اهو. طب وساكته ليه؟ كاتمه في قلبك وساكته ليه؟ بصوا اهو، شايفين قلب السمكيه من جوه ازاي بالشكل ده؟ خلاص، وادي اللحم كله 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 بتاع السمكيه من الداخل كلها اتحطت فيها التتبيله. بروح قافلاها كده واجي بقى من بره. يلا يلا هننزل مقادير الفطيره اهو لحبيبتنا.
اعملي الخلطه دي عشان الجلاش يورق معاكي وما يبقاش بقى جلاش، يبقى كانك عجنه عجينه فطير بالظبط باذن الله. ناخدها بقى كده على الخضار، بسم الله يلا بينا. تبارك الله عليها، شوفوا شكل الصينيه عامل ازاي اهو يا ستي. الله الله الله. هناخد بقى كل التتبيله دي بالخضار اللي فيها، وزع وزع كده اهو، شايفين جمالها وحلاوتها. لازم تتغطى في الاول يا جماعه، ما تدخلش الفرن مكشوفه، ولازم الفرن يكون سخن جدا على اعلى درجه حراره عشان السمك ما يجيبش ميته وينشف مننا. يبقى الفرن يكون سخن جدا جدا على اعلى درجه حراره، دي اول حاجه. تاني حاجه تتغطى لمده كده مثلا ربع ساعه ولا حاجه، وبعد كده اكشفي الغطا وسيبيها بقى تاخد وش حلو. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ بس بنضف مكاني شويه تتبيله انا مجنباهم كده للاخر. تعالوا بقى بصي بقى يا سمر، تعالي معايا بقى العروسه بتاعتنا صميتنا النهارده الامرايه دي. بصوا كده قولي لي مين. حنان. شويه تتبيله على الوش، وكل ده هينزل برده على الخضار من تحت. يا حنان اهلا وسهلا. حنان اهلا يا حنونه، ازيك؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله. واضح ان انت يا عيني غلبتي على ما وصلتي. والله العظيم انا بحبك قوي، انا صادفت البرنامج خلي بالك، بحس بيكوا على طول، بحس على طول. والله العظيم اكلاتك جميله قوي. شايفه صينيه السمك يا حنونه؟ والله تفتح النفس بجد. لا يفتح نفسك انت يا شيخه. والله جوعتينا والله. الصينيه بجد هتعجبكم جدا، يلا اشتغلوا باي سمك. والله يا حبيبه قلبي، يلا اعمليها والف هنا وشفها على قلبك. تسلمي لي يا حبيبتي، صباحك زي العسل. اخر حاجه قبل ما اغطيها وادخلها الفرن، تعالوا نشوف هننزل سرسوب زيت رفيع ازاي على السمك نفسه، عشان ده اللي هيخلي السمك يقرمش من بره. اهو تستوي السمكه تبقى طريه جدا من جوه عشان هنغطيها، وفي نفس الوقت السمك نفسه يبقى مقرمش من بره. شوفوا جماله، شوفوا حلاوته، شوفوا حلاوته يا ناس. احلى صباح ده ولا ايه؟ شايفين السمك عامل ازاي؟ تبارك الله عليه. والتتبيله في كل حته، الصينية نفسها خدت من التتبيلة، السمكاية شبعت من التتبيلة، وبقيت التتبيلة بالسوائل هتنزل على البطاطس والخضار في الصينية تكمل سواها. على شرط بأكد عليكم تاني، لازم تتغطى في الأول، ولازم الفرن يكون سخن جدا على أعلى درجة حرارة. بحطها على الشبكة في النص متغطية بورقتين فويل كده فوق بعض، وبعد كده بعد ربع ساعة ولا حاجة، طبعا السمك مش ما بياخدش وقت، والبطاطس لو دخلت على درجة حرارة عالية ومتغطية برضو مش هتاخد وقت، هيبقى سواها يا دوبك بسوى السمك، ما تقطعهاش تخينة، خليها متوسطة كده تستوي بسوى السمك بتاعنا. وما تنسوش ان احنا في الاول عملنا الرز بالشبت، تيجي نوريه لحبايبنا يا سمر؟ بسم الله اهو، شوفوا ده في الاول خالص. الله عليكي الله عليكي الله عليكي. يبقى احنا النهارده مع بعض، ربنا بارك لنا في الوقت، عملنا مع بعض الرز بالشبت. طبعا هو لسه ما تقلبش، ما بقلبوش غير لما بيستوي خالص. بعد كده في الاخر خالص شويه شبت كده خضر زي ما هم، بعد ما تقلبيه تروح حطاهم على الوش وتقليبه كمان وخلاص تغرفيه على طول، بيدي ريحه وطعم في منتهى الجمال. حبايبنا في البلاد الساحليه عندهم الرز بالشبت، الرز بالشبت ده عشق السنين. ويا رب يا رب النهارده تكون غدوتنا السريعه السهله بس الممتعه واللي هتعجبكم جدا ان شاء الله، تكون نالت اعجابكم، وتقوموا على طول بعد الحلقه تنفذوها، ما تنسوش دعوه حلوه ان شاء الله. فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا فقرات كتيره جدا جدا. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نكمل الحلقه مع بعض، فاصل قصير بس هو القناه تتغير.
اهلا وسهلا بيكم. بعد الفاصل، بعد ما عملنا صينيه السمك والحمد لله ان هي النهارده تعتبر صحيه ما فيهاش اي دهون، مش هنتدرب النهارده، الصينيه بتستوي في الفرن زي الفل. تعالوا بقى دلوقتي كلنا بدون استثناء بنبقى نفسنا دايما دايما نخس ونوصل للوزن المثالي، بس في المقابل ولا احرم نفسي من حاجه ولا حد يشترط عليا حاجه. بنلاقي بقى ناس كتير، فئات كده مننا مع نفسهم كده بيتبعوا نظام الحرمان، اللي هو يقولك انا مش هاكل، او مثلا هيجي على عناصر غذائيه معينه يقولك انا مش هاكل ده عشان ده بيتخن، وحرموا نفسهم وحرموا جسمهم من اكل معين. ده كده عذاب وحرمان، وفي الاخر ما بيوصلوش للي هم عايزينه. ناس كتيره تقول لك انا ههري نفسي رياضه، هاكل اللي انا عايزاه، بس كل يوم همشي مش عارف كام ساعه، هعمل اسوي، لا هروح الجيم، كل العذاب ده، وبرده في الاخر ما بيوصلوش للوزن المثالي. النهارده في فقرتنا باذن الله منورني النهارده دكتور محمد تركي، مدرس بكليه الصيدله، هيقول لنا ازاي نعيش من غير حرمان وفي نفس الوقت ناكل كل اللي احنا عايزينه ونوصل للوزن المثالي. اهلا وسهلا يا دكتور. يا اهلا بيك. منورني. اهلا بيكي وبالمشاهدين. نورك. ايه رايك في الناس اللي بتقعد تحرم تعذب نفسها وفي الاخر برضو ما بتوصلش لحاجه؟ طيب يعني انا عايز الاول، اول حاجه مهمه جدا ان زي ما بيجي لنا المرض احنا نقدر نحمي نفسنا منه كوقايه. حلوه، وقايه. يبقى ايه المقوله المشهوره؟ لا ده انا هبهرك. بالظبط. لا جميل، ما هو ده على فكره، ده لسان اي حد نفسه يخس، نفسه يتعامل في الموضوع بتاع السمنه او في موضوع زياده في الوزن. طب ازاي انا الوقايه خير من العلاج؟ صح، زي ما بنقول. فازاي انا اقي نفسي اصلا من الدخول في دوامه السمنه؟ دي يعني حابب اقولها في عجاله كده وبسرعه جدا، هي عن طريق العادات الخاطئة اللي احنا بنعملها. احنا من واحنا صغيرين يا جماعة بنتعود عادات خاطئة. زي مثلا ان مثلا طبق مكرونه ماما او اي حد يحط لك طبق مكرونه كبير ولازم تخلصه. برافو عليك والله، صح. وشويه الباقيين هيجروا وراك والطبق هيدي عليك والكلام ده بيخلي الطفل يعمل ايه؟ يجي على نفسه وياكل زياده عن اللي هو محتاجه، فالمعده عنده تكبر او الاستومك تكبر. انت كده دلوقتي هتنبه امهات كتير للخطا ده. لازم نخلي بالنا من الخطا ده. ده اول خطا. تاني خطا هي انك بتسيب الطفل للحلويات ومخاطر الحلويات والمشروبات الغازيه والحاجات اللي فيها سكر كتير. برضه الام ساعات كتير تبقى نازله ابنها يعيط او كده. كنت لسه هقول لك احيانا بنضعف قدام عياط ومزنوهم. ده غلط. ده غلط. ليه؟ لان هو بيطلع بيحب زي ما بنقول، اولا معدته كبيره، تاني حاجه بيحب الحلويات والسكريات، فمش هتعرفي تحرمي منها، بتبقى الدنيا بقت صعبه شويه. طيب تالت حاجه بقى، الاكل غير الصحي، او من وانت صغير بناكل اكلات طريقه غير صحيه. عجبني جدا اللي انت عاملاه النهارده سمك، وده صح الحمد لله. ده جميل يعني ده رائع جدا. السمك من الاكلات الصحيه جدا. فانا اعود برضو الاطفال ان يبقى اكلهم متوازن. يعني ايه متوازن؟ يعني في بروتين، في كربوهيدرات، خضار، في خضار طبعا، الخضروات دي، الخضار ده اساسي، الفاكهه، الحاجات دي يا جماعه لازم تبقى في الميل بتاعتي او في الوجبه بتاعتي الرئيسيه والوجبات الايه المساعده. طيب الاخطاء ديت لو تخلصت منها ان شاء الله مش هيجي لي السمنه. طب جينا بقى لا قدر الله وبقينا دلوقتي في السمنه، وفي ناس كتير في الموضوع دوت، في اخطاء في علاج السمنه، بنعالج السمنه غلط، زي اللي حضرتك تفضلت كده وقلتيها، الا وهي ايه؟ ان انا مثلا هحرم نفسي. خلي بالك انت لما تحرم نفسك مش هتخس. ايه رايك بقى؟ احنا بنقول نقسم وجباتنا. هتأذي جسمك. هتأذي جسمك ومش هتخس. ليه؟ صحيح. انا دايما بشبه الجسم بالموبايل. شوفي الموبايل. بالموبايل؟ ليه؟ ازاي؟ او الكمبيوتر. ليه؟ الموبايل بتاعك لما يبقى 10% شحن بيعمل ايه؟ بيحول نفسه لحاجه اسمها ايه؟ نظام حفظ الطاقه. ما بياخدش طاقه زياده. هو ده اللي بيحصل في الجسم. اول ما بتديلوش اكل يحصل ايه؟ الجسم يبدا يقلل جدا في استهلاك الطاقه. فما يحرقش، يقلل الحرق. ولذلك كل العلماء وكل الانظمه او اي حد بيتكلم في نظام دايت لازم يقول لك قسم وجباتك على 5 وجبات. ليه؟ عشان افضل الجسم داخل له اكل على طول، فيفضل الجسم ايه؟ يحرق. برافو عليك. فيبقى الحرمان المخزون اللي موجود. برافو عليك. بضحك عليه يعني. بضحك عليه بالظبط. انا مديله كاني بديله كده طاقه كل شويه. هو انا بديها له بلو كالوري، يعني كالوريات قليله جدا، فهو بيبدا يحرق من المخزون اللي عنده. طيب دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه الرياضه، زي ما حضرتك قلتي برده الرياضه. يا جماعه الرياضه برده انا دايما بقول 30% رياضه و70% دايت او نظام اكل، يعني طريقه اكل. ليه؟ لان انا يا فرحتي بلعب رياضه كتير، بلعب رياضه كتير، بس في نفس الوقت باكل كتير جدا. باكل كتير جدا او شهيتي مفتوحه للاكل كتير جدا، عمري ما هخس. انا بالعكس، ده انا ممكن ازيد في الوزن.
فيبقى لازم الحكايه تبقى ايه كلها متكامله. طب ازاي بقى هتحكم في شهيتي؟ هي دي بقى المهمه. بالظبط. ازاي اتحكم في الشهيه بحيث ان انا ما اكلش كتير او ما بقاش عايز اكل جميع الانواع بصوره كبيره وشرقه. الحاله اللي على طول عندنا اللي بنقولها بالبلدي كده البق اللي بيلعب. بالظبط كده. رايح جاي البق اللي بيلعب. انا طول ما انا ماشي رايح جاي سناكس مش عارف ايه بلقط ايه بعمل دي مشكله. فدي كارثه. فهنعمل ايه؟ يعني اقتسموا زي ما بنقولوا كده العلماء لحاجات كيميكالز او حاجات بتسد الشهيه عن طريق كيميائي وحاجات بتسد الشهيه عن طريق طبيعي او ناتشرال. طبعا الكيميائي دوت بقى يعني ندخل في مخاطره كده سريعة. اعراض جانبيه بقى. اعراض جانبيه لا حصر لها زي ما بنقول او اعراض جانبيه كتير جدا. من ضمنها الاكتئاب. من ضمنها ضربات القلب الزياده. بتشتغل على المخ يا دكتور؟ بتشتغل على المخ. بتشتغل على المخ. واللي ما بيشتغلش منها على المخ بيشتغل على القلب. يعني بيبقى عامل ازاي؟ بيزود قوي الحرق فيخلي القلب عندك يدق. ضربات القلب تزيد. ضربات القلب تبقى زياده. ليه؟ لانه في كافيين عالي جدا. الارق انا بيجي يعني بسمع من ناس مش عارفين ننام بنفضل سهرانين طول الليل. العصبيه بيبقى ممكن يضرب ولاده. ممكن يقول لهم ايه الاكتئاب. كل دي حاجات بتصاحب حالات قدامي كتير كده وتقول لك ابتدت ايديا تترعش ابتديت ابقى عصبيه. الجهاز العصبي بدا يحصل فيه خلل. فتبدا ايديك ترتعش تبدا تنسى تبدا تبقى متضايقه على طول. اغلبيه الناس او اغلبيه العائلات هتلاقي فيه في عائلتهم واحد جرب حاجه كيميائيه وعارف المخاطر اللي انا بتكلم فيها دي. فدي معروفه يعني غالبا. فالاتجاه التاني وهو الحاجات الناتشرال زي ما بنقول او الحاجات الاورجانيك. طيب ايه فايدتها دي بقى؟ فايدتها اول حاجه واهم حاجه انها بتحسسني بالشبع على مدار اليوم كله. يعني انا اقدر اخد الباكت بتاعي او الاثنين باكت بتاعي يقعدوا معايا اليوم كله احس بشبع. فطبعا انا لما احس بشبع ايه اللي هيحصل؟ مش هاكل كتير. هبدا اقلل في الوجبات. انا ما بقولش ما ناكلش الوجبات بالعكس. ده انا مش هحرمك. ده انا عايزك تاكل الوجبات. هناكل وهناكل كل حاجه. بالظبط. انا مش عايز انا عايزك تاكل الوجبات بس بكميات ايه؟ قليله جدا. وده هيجي لك امتى؟ لما تحس بالشبع. لما تبقى مش عايز تاكل. وهو ده فكره سوتي الياف طبيعيه انها بتدخل المعده تنفش في المعده. فلما بتزيد حجمها في المعده بيحصل ايه؟ بيحصل الاحساس او الشعور بالشبع. بس طبيعي. والشعور هنا طبيعي. برافو عليك. دي اهم حاجه. طبيعي لانه شغال على المعده نفسها. هو ادى فعلا للمعده الحجم او الامتلاء اللي هو المعده عايزاه. مع الوقت بقى ايه اللي بيحصل؟ المعده دي بتبدا ايه؟ تصغر في الحجم، او مش هنقول تصغر في الحجم عشان علميا يعني، ولكن تبدا ايه؟ تقل حجمها شويه. طيب اما يقل حجمها ايه اللي يحصل؟ وانس ان انا بطلت حتى سوتي وبطلت استخدم الياف طبيعيه، عمري ما برجع زياده في الوزن تاني. ليه؟ لان ببساطه انا شهيتي قلت مع نزول المعده خلاص، انا من اقل حاجه باكلها ببدا ايه؟ اخس او ابدا انا ان انا مش حاسس اصلا باي شيء. وهو ده الفكره في الحاجات الناتشرال انها زي ما نقول كده طبيعيه ملهاش اي اعراض جانبيه. زي بالظبط نشبهها مثلا في شهر رمضان المعده بتاخد على سيستم معين. فتبص تلاقي بعد ما رمضان بيخلص انت برضو السيستم ده لسه موجود معاك. برضو فكره الياف سوتي نفس الحكايه، بتخلي المعده او بتخلي الجسم ياخد على سيستم معين. مش طبعا كدا؟ لان انا بديله على مدار مثلا بنستخدمه طبعا شهر باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء، فبيديني فتره طويله المعده خلاص اتعودت على ايه؟ بالزبط. اتعودت على انها ما تاكلش ما بيدخلهاش يا جماعه اكل كتير. طبعا كالوريز قليله وفي نفس الوقت اكل قليل، فبيحصل ايه؟ الجسم بيبدا يحرق من المخزون اللي عنده او الحاجات القديمه اللي عنده. وبالتالي بخس او بنزف الوزن من 6 ل 10 كيلو في الشهر، وفي نفس الوقت بطريقه امنه وصحيه ما فيهاش اي اعراض جانبيه. دي فكره الالياف بتاعتنا النهارده. بالظبط كده. وطبعا عرفنا ان الالياف لازم اشرب لها ميه كتير، فكده كمان دي فايده كبيره جدا للجسم. دي بقى يعني انا برضو حابب ان انا في طريقه الاستخدام انا دايما بحب اعملها او دايما بحب اوضحها ليه؟ عشان في ناس كتير بتنسى تشرب الميه اللي حضرتك قلتي عليها. ودي حاجه مهمه جدا فعلا. انا اول حاجه بفرغ محتويات الباكت بتاعي. تمام. خلاص على نص كوبايه ميه زي ما احنا شايفين كده. باكت واحد على نص كوبايه. باكت واحد على نص كوبايه ميه. طب هل ينفع اخد نص باكت؟ ينفع اخد نص باكت. مفيش مشكله خالص. طب هل ينفع اخد باكت ونص؟ برضو ينفع اخد باكت ونص. على حسب شهيتي زي ما بنقول. ولكن هي الاصح او الاحسن. الاحسن طبعا انا باخد باكت قبل الغداء وباكت ايه؟ قبل العشاء. قبل العشاء. طيب وبعد ما باخد الباكت زي ما احنا شايفين كده، انا بس حابب يعني امسكها لو هتبان. ده حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي بتفرق لي ما بين الألياف الطبيعية والألياف الصناعية. تحضيرها ده عشان كده أنا بيهمني جدا إن نعملها على طول. ليه؟ لأن زي ما احنا شايفين كده امتصت المية. وهو ده اللي بيحصل جوه معدتي يعني في المعدة. هو ده اللي بيحصل. إيه اللي بيحصل؟ إن أنا لما باخد طبعا ببدأ أكله عادي خالص.
عادي بيتاكل بقى كده زي باكله زي ما انا زي المهلبيه عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. وبعد كده ابدا اشرب بعديه من 3-4 كوبايات ميه. حلو جدا. ايه فايده الميه بقى هنا؟ طبعا الميه ليها فوائد كتير جدا. بس من اهمها عندي هنا في صوتي انه بيزود لي حجمها. بيزود لي حجم المنتج، فطبعا بيقفل لي المعده وبيخليني حاسس بايه؟ بالشهيه المقفوله لفتره طويله جدا. يبقى الميه بتخليها كمان تزيد. تزيد حجمها طبعا في الحجم. يزيد طبعا في المعده يزيد. أنا كل ما بشرب يعني كنت حابب في مره هبقى اجيب لك كمان معايا حاجه كده سيميوليشن شبه شويه المعده. زي جار كبير او يعني مشفشق كبير كده، وهبدا اعمل لك فيه التجربه عشان تشوفي الايه الشكل وهي بتنفش. ودي طبعا حاجه مهمه جدا طبعا. طيب ايه راي حضرتك نشوف فيديو عن فوائد الالياف طبعاً بقى في الجسم؟ يلا بينا نشوف. Just take a look at all the good things that fiber can do for your body. First, you need fiber to keep you healthy from top to bottom, as well as to provide food for the healthy bacteria that work within you to promote health. But how can fiber actually prevent obesity and all the chronic diseases of aging? Well, it's actually quite simple. Fiber slows the rate at which the food enters your bloodstream and increases the speed at which food exits your body through the digestive tract. And that keeps your blood sugar and cholesterol in ideal balance and quickly eliminates toxins from your gut and reduces your appetite. Now, there's good science to back this up. Research shows that fiber can lower blood sugar as potently as some diabetes medications can lower cholesterol and promote weight loss. It's clear, fiber is a great ally in the battle of the bulge, but it's also a hero in more serious battles. For example, one recent study showed how the gut bacteria make butyrate from eating fiber, and then they switch on an anti-cancer gene, which turns off colon cancer. In fact, fiber has been shown to reduce the risk of colon cancer by as much as a third, and breast cancer by almost 40%. It also lowers cholesterol and reduces the risk of heart disease by as much as 40%. If you have diabetes, adding fiber to your diet may even help you use less insulin. Plus, it's a great natural cure for constipation and irregularity. So how much fiber do you need to reap all these benefits? Well, you should shoot for 30 to 50 grams a day. طيب دلوقتي يا دكتور، بعد ما شفنا الفيديو واتكلم عن الالياف واهميتها، قبل بقى ما نكمل بقيه اسئلتنا عن الالياف، انا عايزه بقى تقول لي العروض بتاعتنا النهارده. طيب احنا زي ما بنقول كده في خصم خصومات بتوصل ل 50% على سعر طبعا صوتي، وفي اهم حاجه ان احنا في اول 50 مشترك طبعا او اول 50 متصل بقى زي ما بنقول، اول 50 متصل هيبقى ليهم عروض اعلى كمان واكتر، والعروض زي ما بنقول بتوصل ل 50% من ايه؟ من ثمن الالياف. طبعا. واتفقنا ان الجرعه المظبوطه اللي هي باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء، والباكت زي ما 3-4 كوبايات ميه. دي مهمه جدا. معلش يا دكتور قولها لي كلها تاني على بعض. هنعمل طريقه الاستخدام. باكت قبل الغداء بتلت ساعه تمام، واشرب 3 كوبايات ميه تمام، وبعد كده اكمل يومي عادي خالص. قبل العشاء بتلت ساعه كمان اخد باكت تاني واشرب برضو 3-4 كوبايات ميه. طيب واهم حاجه زي ما بنقول ان انا اقسم وجباتي. يعني برضو اقسم وجباتي. النوم يعني انام كويس، عشان برضو في ناس بتسهر وبتفضل قاعده سهرانه، فالسهر ده يا جماعه برضو بيقلل الحرق وبيغير لي في نظام الجسم بتاعي. حلو جدا. يبقى انا اهم حاجه عندي اولا 2 باكيت في اليوم قبل الغداء وقبل العشاء، والثلاث من 3-4 كوبايات بعد كل باكيت. بعد كل باكيت بالظبط. بعد كده بقى لما باجي اكل بلاقي باقي لنفسي هو أنا باكل حاجه بسيطه. بالظبط. عمرك ما هتقدري تاكلي الوجبه اللي الوجبه العاديه بتاكلي. وهو ده اللي مقصود وهو ده المطلوب. لان الناس زي ما بنقول بتاكل بشراهه جدا. فهو ده المطلوب، ان انا اقلل الايه الحجم بتاع وجبتي عشان ابدا اخس بطريقه طبيعيه وبطريقه زي ما بنقول كده امنه 100%. طيب احنا عندنا لسه اسئله كتير ولسه معلومات كتير هنتكلم على الياف صوتي عليها، بس نطلع فاصل بقى ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كان معانا دكتور محمد تركي مدرس بكليه الصيدله، وبيكلمنا على الياف صوتي واهميتها، وان هي حل امن جدا جدا ملوش اي اعراض جانبيه، ان احنا ننزل في الوزن بطريقه امنه وبطريقه صحيه جدا ومن غير ما نتبع اي اساليب يبقى ليها اضرار بعد كده. عندنا بقى دلوقتي سؤال مهم جدا يا دكتور. تحتم. ايه اللي بيميز الياف صوتي عن اي الياف موجوده بقى دلوقتي في السوق؟ طيب
طيب انت قلتي منهم ميزتين يعني جمال جدا، اول حاجه انها طبيعيه 100%. تاني حاجه واهم حاجه انها ملهاش اي اعراض جانبيه. ملهاش اي اعراض جانبيه، ودي حاجه مهمه جدا عشان طبيعيه. عشان طبيعيه، برافو عليك. تالت حاجه ان الباكت في صوتي 17 جرام من الالياف، ويتش از رقم كبير جدا، يعني اقدر ممكن زي ما بقول كده اخد نصه، او ممكن اخد الباكت كامل. ال 17 جرام مش موجودين عند اي زي ما بنقول كده اي الياف طبيعيه ممكن تلاقيها، يعني 17 جرام ده رقم كبير جدا. حلو جدا. رابع حاجه انها عندها القدره زي ما بنقول كده على، مش هنقول امتصاص بس، ايه، تفتيت الدهون او زياده حرق الدهون، ودي حاجه مهمه جدا. لا استنى يا دكتور، يعني هي مش مجرد انها بتملى المعده بس؟ لا، ما احنا بقى طبعا ما هو ده يعني في كده حاجه تانية. في الفيديو اللي احنا سمعناه الدكتور كان بيتكلم على انها بتزود البكتيريا النافعه. البكتيريا النافعه دي بتعمل ايه لما بتزيد باستخدام الالياف؟ يعني البكتيريا النافعه دي بتاكل او بتبدا تتغذى على الدهون، فبتبدا تنزل لي من الدهون اللي موجوده في الجسم، فطبعا ابدا اهم حاجه البطن طبعا والايه والارداف والكلام ده يبدا يخس معايا بصوره امنه. ويمكن انا دايما بقول ان انا برضو بحب اصورها بالظبط كده للي ما شافهاش بالظبط كده، ان انا معايا طبعا ايه كوبايه زيت، ماشي، خلاص ده الزيت ده المفروض ده الدهون او اللي انت بتاكله او اللي في جسمك. خلاص ببدا احطها على الميه عشان تعمل لي طبقه فوق الميه، زي ما احنا شايفين كده. خلاص دي كده مثلا كانها طبقه الدهون، طبقه الدهون اللي موجوده جوه الجسم. تمام. خلاص، وببدا انا قلت الجرعه قد ايه، واحنا قلنا بناخد باكت قبل الغداء بتلت ساعه، وباكت تاني قبل العشاء بتلت ساعه. يعني اتنين بالظبط. هبدا باول باكت عندي اللي هو بتاع الغداء، طبعا بفضيه، هعتبر ان انا كده ايه باكله، بستخدمه يعني او باكله، واكمل يومي عادي خالص، واكل ايه الباكت التاني. تمام. قبل العشاء هحطه برضو الباكت التاني اهو. يبقى دي كده احنا كده حطينا اللي هي الجرعه اليوميه. كده احنا خدنا جرعتي اليوميه. تمام. اللي هو باكت قبل الغداء وباكت ايه قبل العشاء. قبل العشاء. وطبعا ما انساش ان انا بشرب 3 او 4 كوبايات ميه بعد استخدامي لصوتي. عشان ده بيساعد على ايه زي ما بنقول؟ بيساعد على ان انا بينفش في المعده، فبيديني احساس بالشبع لفتره طويله. طيب حاجة مهمة جدا من حاجات من الحاجات اللي الناس كلها بتدور عليها، هي انها ما تتحرمش، او هي انها تبقى بتاكل بحريتها. ودي حاجة بنلاقيها برضو مع صوتي الياف طبيعية. ليه؟ لان انا مش بديك نظام بقى حرمان، ولا كل وما تاكلش، ولا اعمل وما تعملش، يعني فاهمة قصدي؟ طبعا دي مهمة جدا. طبعا مهمة جدا. احنا ابتدينا نشوف اهي بالظبط، هي بتنزل بقى كل بتخترق طبقة الزيت اللي هي طبقة الدهون، هي لوحدها كده هتبدا زي ما بتخترق وتنزل. تخترق وتنزل، كل قطعة من اللي نازلة دي بتسحب معاها ايه؟ شوية من الدهون او تخترق شوية من الدهون، او تبدا تقلل لي في الدهون اللي موجودة في الجسم، وهو ده اللي مطلوب، ان احنا عايزين نتخلص من الدهون، لان زي ما بنقول دايما كيلو الدهون يا جماعة، الكيلو في الدهون قد كده كبير جدا، الفوليوم بتاعه كبير جدا، اما كيلو اللحم صغير جدا. فهنا زي ما احنا شايفين كده، شوفي نزلت اخترقت الطبقه، الطبقه نفسها هتقل، انا حاطط نص كوبايه زيت، وده رقم كبير جدا، ده بيتحط في اكله كامله، انت بتاكل جزء منها، ولكن قدر ان هو برضه يخترق تخترق الطبقه السميكه جدا اللي حضرتك عملتها. اخر حاجه من الحاجات المهمه برضو في صوتي زي ما احنا بنقول دايما، انها بتشتغل على المعده، بتشتغل على المعده، ملهاش علاقه خالص بالمخ، ولا بالجهاز العصبي، ولا ليها علاقه بالقلب. فيبقى ده كده معناه ايه؟ انه امن على مرضى الضغط، مرضى القلب، مرضى السكر. حلو اي حد مريض من الحاجات دي مش فارق. ويمكن انا كنت دايما بقول معايا انيميشن كده، يعني او فيديو كده، جاهز يا سمر ننزل بيه ممكن، يلا بيصور كده زي ما بنقول كده، بعد ما باكل الالياف وتنزل جوه معدتي دي المعده، يعني ده صوره ليها. تمام. فبتبدا تنفش ليه زي ما اتفقنا؟ عشان بالظبط ليه بقى؟ عشان شربت الثلاث او اربع كوبايات ميه. تمام. فبتبدا تديني احساس بالشبع. هنا الاحساس بالشبع ملوش علاقه بقى بالايه، ولا بالقلب، ولا بالمخ، ولا بالجهاز العصبي، ولا ليه علاقه باي حاجه. طيب استخدامي للالياف، يعني دايما انا كنت بقول ان انا لما بستخدم الياف بيقلل لي جدا من الخطوره، يعني بان انا اتصاب بامراض اوعيه او امراض ناتجه عن زياده الدهون. ليه؟ لان زي ما احنا شايفين كده بتبوست الميتابوليزم، يعني ايه؟ يعني بتزود الحرق عندي. زي ما اتفقنا بتزود البكتيريا النافعه، فالبكتيريا النافعه تاكل الدهون دي فتزود الحرق عندي، ودي حاجه مهمه جدا. طب هل الالياف الطبيعيه اقتصرت على كده بس؟ لا، ده احنا زي ما بنقول كده هي منجم فوائد. يمكن انا كنت كده بكده الجسم اللي قليل فيه الالياف الطبيعيه، او الجسم اللي الالياف الطبيعيه فيه مش كتيره، ما بياخدش الياف طبيعيه، بيبدا يبقى عنده فرصه زي ما احنا شايفين كده الفايبرز لو قلت، بيبدا يبقى عندي خطوره ان انا اتصاب بالاوبيزيتي او اللي هي السمنه. طب السمنه هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي 3 او 4 او 5 امراض كمان، زي جلطات الدماغ، زي امراض القلب، امراض الاوعيه،
امراض نفسيه، امراض اكتئاب، كل الامراض دي تيجي من السمنه. على العكس لما بزود، على العكس لما بزود الفايبرز او استخدامي للفايبرز، كل الامراض دي بتبدا تقل نسبه حدوثها في الجسم. ده مش بس كده، يعني حتى في الفيديو اللي سمعناه في الاول قال لك ان هو انتي كانسر، واثبتوا علميا انه بيقلل نسبه حدوث الكانسر او السرطانات يعني في القولون وفي البريست وفي الكلام ده كله. الالياف نفسها. فيبقى ده يبقى كده بقى دي حاجه لا غنى عنها يا جماعه. الالياف هنرجع للكلمه اللي حضرتك قلتها في الاول خالص، الوقايه. بالظبط، يعني احنا كده رجعنا للكلمه الاولانيه. بالظبط، وفي حالنا دلوقتي احنا ايه، مش بنتطعم عشان ما يجيلناش المرض. صح كده، يعتبر ده تطعيمي. يعني لان كل الناس يسمع مرض يقول لك روح اتطعم فمش هيجي لك المرض. طب ما انا برضو مش عايز يجي لي مرض السمنه، لان مرض السمنه زي ما نقول كده بوابه لامراض كتير جدا. بالظبط. طيب سؤال مهم بقى، ابتدي احس بالنتيجه وانا بستعمل الياف صوتي بعد قد ايه؟ بص، يعني الاف دي اي او منظمه الغذاء والدواء وكل العالم بداوا يغيروا شويه من المفاهيم دي. ليه؟ النقصان في الوزن بسرعه ده غلط. ده غلط لانه بينزل الجسم وبينزل النيوترينت اللي في الجسم ومش كويس على الجسم. واعرف انه بيدخل الشخص في حاله اكتئاب. بالظبط كده، لو نزل لو مره نزل واحده. مره واحده. طب برضه ما هو برضه المريض مش عايز يقعد شهر وشهرين وثلاثه، لا يعني عايزين بسرعه. ففعلا احنا في حدود من 10 ل 15 يوم بيبدا يظهر عليك الايه؟ الوزن يبتدي يقل وابتدي احس ان وزني قل. بس في حاجه بقى مهمه، مع استخدامي بعد 15 يوم هلاقي الاكسبوننشال. يعني ايه اكسبوننشال؟ يعني بينزل بسرعه اكتر. يعني بعد ما كان بينزل نزل في اول اسبوعين مثلا 2 3 كيلو، ثالث اسبوع هينزل 3 كيلو، رابع اسبوع هيبدا ينزل 2 كيلو. اسرع بقى، اسرع، لان الجسم خلاص اخد بقى على الايه، على النظام اللي احنا ايه ماشيينه عليه ده. فيبدا ينزل بسرعه اسرع واكبر. طيب احنا معانا صور نشوفها مع بعض. طبعا. يلا بينا يا جماعه نشوف الصور. ده قبل وبعد، يعني شايفين شخص وبقى شخص تاني. زي ما تكون مثلا كانت الام بالظبط بقت الابنه. انا عايز اقول لك مدى فرحتها. طبعا. شوفي بقى، يعني احنا الشعب عامه بيحب ايه، يقول لك اللبس ما كانش بيدخل فيا. بقى طلعت المقاس اللي انا كنت بلبسه من 3 4 سنين بقيت بلبسه. ده يا جماعه بيزود جدا الشعور بالرضاء النفس. وده مهم جدا لانه بيحارب لي فكره ان انا مكتئب. ان انا وزني زياده، انا ما فيش لبس بيبقى شكله حلو عليا، انا مش عارف العب مع اولادي، انا مش عارف اطلع السلم، انا مش عارف صحيح. دي مهمة جدا، دي مهمة جدا. زي ما احنا شايفين كده بيبقى شخص يتحول يبقى شخص تاني. طبعا ده يعني جميل جدا، فرق باين جدا طبعا يا جماعة. واكيد الملامح كمان بتبان طبعا. يعني طبعًا. يعني السمنه دايما بتغطي الملامح او بتدي سن اكبر من السن. ودي واهم حاجه يا جماعه، ان زي ما كده هنخس من غير ما يحصل لنا اي شحوب في الوجه او اي تعب او اي اعراض جانبيه، لانه طبيعي زي ما بنقول 100%. طب لما نتكلم على كلمة طبيعي 100%، سؤال مهم، هل هو آمن على الأطفال؟ أقدر أديه لأولادي؟ أقدر أديه لأي سن. من سن ولكن كامل. الطفل أنا بقى في الطفل من سن 7 سنين 8 سنين، بس المهم يعني الطفل فعلا يبقى عنده سمنة أو يبقى شهيته فعلا مفتوحة. لأن في أطفال سن قصير أوي ما بيبقاش باين عليهم أوي. ولكن أنا لقيت عنده سمنة أو لقيته شره للحلويات والكلام ده، أقدر أستخدم، بس أستخدم نص باكت بس كفاية. يعني مش هيبقى محتاج إن أنا أستخدم باكت كامل، لأن هو معدته أصلا أصغر من من معده الانسان البالغ، الشخص الطبيعي. من الانسان الطبيعي بالظبط كده. طيب احنا معانا ايمن على التليفون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا استاذ ايمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا يا فندم، منور ابو جيده يا فندم. اتفضل حضرتك. استاذ ايمن خسيت قد ايه؟ طمني. سعيد يا فندم بتاعتكم دي. لا احنا مش سامعينك يا استاذ ايمن. يا فندم كده بس سامعين؟ سامعين. دكتور محمد بيقول لك خسيت قد ايه؟ 21 كيلو يا فندم. بسم الله ما شاء الله. في وقت قد ايه يا استاذ ايمن؟ شهرين يا فندم، شهرين ونص. شهرين. حلو قوي. ده تحفه تحفه. طيب هل يا استاذ ايمن حسيت باي مشاكل او قابلتك اي مشاكل في خلال الشهرين؟ يعني احكي لي تجربتك. لا يا فندم، يعني بالنسبه للمنتج، منتج ممتاز جدا، ما فيش اي اعراض بالنسبه لي. كنت بشتغل عادي، انا اساسا يعني شغال نجار مسلح مقاول. ما شاء الله. لا ما فيش اي اضرار بالنسبه لي. كنت بتاكل كل حاجة يا أستاذ؟ الشهية بقى. الشهية بقى طمني عليك. الشهية برضه، يعني الشهية ما بيسدش نفسك، بتاكل برضه بطبيعتك الحالة، بس بيقلل نسبة الأكل عندك شوية. لأن تاكل نص الأكل بتاعك وتحس بالشبع تماما. دي مهمة، يعني كنت بتحس بالشبع على مدار اليوم صح كده؟ وفي حاجة أهم، اللي أنت بعد ما بتاخد المنتج وبتاكل بتحس بنشاط برضه، بتحس نفسك إن أنت عاوز تمشي، عاوز تروح، عاوز تيجي. جسمك بقى بتحس إن جسمك بقى خفيف كده، عايز تتحرك.
انت كنت كام كيلو يا استاذ ايمن؟ كنت الاول كان الواحد بياكل بيحس جسمه حاله خمول كده في الجسم. طبعا الاكل ده خيان، لكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين. كنت كام كيلو يا استاذ ايمن بقى قبل استخدام صوتي؟ كنت 221 كيلو. 121 كيلو. 121 كيلو. دلوقتي بقت 100. دلوقتي بقت 100 كيلو، عايزين بقى نكسر ال 100. والله يا فندم انا جبت المنتج تاني برضه وهكسر ان شاء الله ال 100 مستمر عليها لي مستمر عليه يا استاذ ايمن لسه مستمر عليه. انا كنت في سفر وجيت برضه. تمام. بس خده معاك برضه حتى لو رحت في سفر او رحت في اي حاجه برضه تاخد معاك يفضل يداوم معاك. بالظبط، لان المداومه دي اهم حاجه. يا فندم ده بالنسبه برضه للشغل ما فيش مواعيد ضبط الاكل، ما فيش مواعيد للمواعيد للحادي، ما فيش وقت. يعني الدنيا المواعيد عنده مش متظبطه يعني. هي دي مش قادر ما انت تقدر على نص كوبايه ميه وتفرغ الوجبه الرئيسيه بتاعتك وخده قبلها بس. والله يعني انا جيت ان شاء الله من السفر يا فندم ومستمر برضه على المنتج. تمام. اهم حاجه الاستمرار برضه. كان المنتج برضه زاد، انه كان نسبه الحلاقه بتاعته زادت شويه برضه، كان الاول يعني ميزز شويه، لغايه بيجي طعمه عادي يعني. طعمه حلو. أيوة. يعني تمام. وتقدر تقدر تستخدمه كمان على عصير بس يكون ايه فري فروم شوجر يعني ما فيهوش سكر، او تقدر تستخدمه على حليب بس يكون خالي الدسم برضه. هو لو عايز تغير جديد يا فندم دلوقتي اتطور يعني ما محتاجش اي حاجه جنبيه، هو طعم الفواكه عامه يعني الطبيعي. هو طعمه المهم الطعم مقبول، طعمه مقبول. شكرا يا استاذ ايمن، نورتنا. سؤال يفرض نفسه هنقولها، حضرتك قلتها في وسط الكلام بس هنسلط الضوء عليه. اصحاب الامراض المزمنه اللي هم ماشيين على أدوية معينه على طول. طب. هل الياف صوتي تتعارض مع امراض مزمنه او مع ادويه معينه؟ طيب، هي الالياف الطبيعيه مش هتتعارض مع اي حاجه. دي عشان بس نبقى ايه، تبقى قاعده عامه. ولكن في بيبقى في شويه بقى ايه حاجات كده بنبدا ناخد بالنا منها. زي مثلا لو بياخد هو دواء هرموني. الهرمونز او الادويه الهرمونيه يعني بتوقف الحرق او بتزود الوزن. انت عارفه دايما او كورتيزون. لو تسمعي عن الكورتيزون ده بينفخ وبيزود الوزن، فبرضه يقدر يستخدم الياف طبيعيه. طبعا يقدر يستخدم الياف طبيعيه وهيبدا يخس برضه. بس زي ما بنقول كده، الفكره ان الادويه الهرمونيه هي اللي بتبقى فيها يعني زياده في الوزن شوية. او مشاكل في الوزن. زياده في الوزن. فالادويه الهرمونيه دي، ولكن زي ما بقول كده، هل يتعارض معاه؟ لا، ما يتعارضش معاه ابدا، ولا يتعارض مع اي دواء. بسيط جدا، قلناها كذا مره وقلنا ان هي الياف طبيعيه مكوناتها طبيعيه 100%، ما فيهاش اي مشكله خالص. بل بالعكس زي ما بنقول كده، بتنظف زي ما بنقول القولون. لما بنظف القولون بتخلي لي دخول الحمام وما يبقاش فيه امساك والكلام ده. يبقى كده كمان حسنا من وظائف الجهاز الهضمي. بالظبط. هو ده المهم. ودي مهمه عشان جدا، ودي مهمه كمان للجسم عشان يبدا يحرق، عشان الجسم نفسه يبدا يعني يقوم كله ويبدا يحرق. فدي طبعا كل دي فوائد يعني زي ما بنقول كده مجمعه. طب نعيد بقى العرض تاني قبل ما نختم. طبعا خصم زي ما بنقول 50%. تمام. ويوصل يعني 50%، ومش بس كده، اول 50 متصل ليهم عروض وهدايا زي ما بنقول كده. يعني لاول 50 واحد بقى يشرفنا بالاتصال بقى ان شاء الله. طيب نشوف شويه ريفيوهات حلوه كده من استعملوا الياف صوتي. ريفيوهات اهي قدامكم يا جماعه، وبنأكد تاني ان الياف صوتي مرخصه من وزاره الصحه وحاصله على شهاده الايزو. دي مهمة جدا، ان الالياف بتاعتنا النهاردة تاني بنقولها مرخصة من وزارة الصحة. تمام، كلام زي الفل. ان شاء الله. ما شاء الله. دكتور محمد تركي النهاردة انت نورتني وشرفتني وعرفتنا ازاي نقدر نخس بطريقة امنة. تحت امرك في اي وقت. تحت امرك في اي وقت. اطلعوا فاصل بقى وارجعوا لي بالسلامه، لسه عندنا فقرات احلى واحلى وفقرات هتعجبكم اكتر ان شاء الله. فاصل قصير بس هو القناه اتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي بقى وصلنا لفقره الصحه والمناعه والنشاط والحيويه. لما جمع كل دول وهنتكلم عن ايه؟ عن صديق العيله اللي محدش يختلف عليه ابدا ابدا، المكمل الغذائي حبيبنا وصديق العيله زي ما بقول لكم، الكولوسيز. ولما نتكلم على الكولوسيز يبقى اكيد هيكون منورنا النهارده ومشرفنا دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الصدريه والباطنيه والمستشار الطبي لشركه AMD. اهلا وسهلا يا دكتور. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه رايك لما نجمع كل الكلام الحلو ده ونحط عليه صديق العيله؟ لانه إيه فعلا صديق العيله كلها. مش لحد معين، لا، انا عايز اقول لجميع افراد البيت. بالظبط. من اول الاطفال للشباب
الاب والام والجد والجده، وهم دول كلهم يقدر ياخدوا كلوسيز؟ اه يقدروا، سواء كان في امراض مزمنه كفى الله الشر او ما فيش، ربنا يدي الصحه للجميع. وزي ما احنا متفقين ان هو مكمل غذائي وليس دواء. ممتاز. مش ما في مش حاجه كيميكال خالص. مظبوط. هو مكمل غذائي فعلا، هو فعلا هي حاجه مكمل غذائي ناتشورال طبيعي، لان هو عباره عن، ونحب نعرفه للناس برضو، زي ما دايما احنا متعودين نبتدي فقرتنا، هو عباره عن كود ليفر اويل، زيت كبد الحوت. تمام. وزيت كبد الحوت زي ما احنا كلنا عارفين بيتكون من ثلاث حاجات اساسيه، فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3. واحنا دايما بنقول يا جماعه زيت كبد الحوت بيختلف عن زيت السمك العادي. زيت السمك العادي ده اوميجا 3 بيستخلص من معظم انواع الاسماك، لكن زيت كبد الحوت بيستخلص من نوع معين من السمك فقط لا غير، اللي غني جدا بفيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3. والنوع ده مش موجود غير سورس واحد فقط في العالم كله، عشان كده بنقول ان كل انحاء العالم بياخدوا من سورس واحد، مصدر من مكان واحد. واحد من مصدر واحد. فما فيش حد هيقول ده احسن من ده او ده مش احسن من ده. الفرق الوحيد ان الكولوسيز هو تحت اشراف وزاره الصحه والرقابه الدوائيه، وبرضه بيتوزع في الصيدليات، او بمعنى صح مكان تخزينه معروف وامن جدا جدا في درجه حراره 24، وده اللي يهمني انا وبقولها دايما كطبيب عن اي حاجه تاني، ان يتباع في مكان موثوق فيه وكمان يبقى مخزن بدرجه حراره معينه. اللي هو في الصيدليات. اللي هو في الصيدليات. يبقى مرخص من وزاره الصحه. تمام. موجود في الصيدليات تحت الرقابة الدوائية. مظبوط. صح كده؟ مظبوط. مكمل غذائي طبيعي وآمن 100%، مسؤول عن حاجات كتير قوي زي ما هنعرف من دكتور مصطفى النهاردة، زي ما قال لنا قبل كده، الصحة والمناعة والنشاط والحيوية وحاجات كتير والشعر والجمال والشعر. طيب ايه رأي حضرتك بقى تختار لنا نتكلم عن ايه النهاردة مهم جدا جدا ومكون من مكونات الكولوسيز؟ طيب انا حابب اتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في وقتنا، الحاجتين في دخلت الشتاء، او بمعنى صح اوريدي احنا بقينا في الشتاء خلاص. وتاني حاجه بالنسبه لنا المناعه بتاعتنا اللي هي بمعنى صح اللي كلنا عايزين نوصل لدرجه كبيره ونامن نفسنا من مناعتنا. يا دكتور كله دلوقتي ماشي، اللي بيكح واللي بيعطس تغيير الفصول تغيير بقى، والشتاء اللي هجم مره واحده ده مظبوط، ومخلتنا مش عارفين نقول ده انفلونزا موسميه ولا اصابات كورونا. صحيح. وده فعلا بيبقى انا بسميه نوع من انواع الشلل الذهني للمشاهد او للمقبل، انها تعبان او مريض او خلافه، بيبقى مش عارف يفكر، فبيضطر ان بيروح للطبيب عشان خاطر يقدر يفكر له في النقطه دي، هل انا انفلونزا موسميه ولا إيه كورونا. عشان كده من الاول انا اخد حرصي وبمعنى صح احتياطاتي عن طريق ان انا اقدر اخد فيتامين الف وفيتامين د والاوميجا 3 الموجودين في الكولوسيز عشان يقدر يديني المناعه الكافيه. احنا النهارده هنتكلم عن فيتامين د. حلو جدا. فيتامين د ده يهمنا كلنا دلوقتي، وفجأة كده ما كناش نعرف عنه حاجه قبل كده. مظبوط. فجأة دلوقتي بنروح مثلا للدكتور يقول لك ايه، لا اعمل لي تحليل فيتامين د. طب التحليل دلوقتي بره غالي ومكلف جدا، ودي حقيقه. مزبوط. يعني اعرف ازاي بقى لو انا ست بيت عاديه وما عنديش المقدره ان انا ادفع التكلفه دي كلها لتحليل فيتامين د، في علامات معينه او في حاجه معينه تقدر تقول لي عليها اعرف اذا كان عندي نقص في الفيتامين ولا مزبوط. لا في حاجات بنقول بنسبه كبيره جدا انت عندك نقص في فيتامين د. زي ايه يا دكتور؟ بيها. الله يكرمك، عرفنا كلنا والنبي. طيب رقم واحد البدانه، يعني البدانة. إيه؟ البدانه السمنه، السمنة. أو السمنه المفرطه. طيب نرجع كده مع بعض، اشمعنى ان الناس دي او الفئه من الناس اللي هي ذات الوزن العالي شويه، وزن الكبير شويه، ان يبقى عندهم او نسبه الدهون بتبقى كتيره شويه، اللي هي عندهم فيتامين د ناقص؟ فيتامين د احنا بنقول عليه فيتامين د، هو مش فيتامين، هو اشبه هرمون، ولكن عنده صفه وحشه جدا انه بيدوب في الدهون، ولو دب في الدهون للاسف هو بيفقد عمله. فعشان كده احنا بنقول الناس اللي عندهم نسبه الدهون عاليه اللي هي اصحاب السمنه او السمنه المفرطه، بنلاحظ ان فيتامين د بيدوب في الدهون عندهم، فبالتالي يجي يخرج عشان يقدر يشتغل او يظهر في الصوره النشطه بتاعته بيتعب بسرعه، للاسف ما بيبقاش موجود. فبيبقى ناقص عندي. حتى لو خدته برضه فيتامين د، خدته عن طريق الشمس، عن طريق الاكل، عن طريق كل الحاجات دي كلها، للاسف بيدوب في الدهون جزء كبير منه، والجزء الثاني الا ما يبدا يشتغل ويفيد الجسم. عشان كده احنا بنلاحظ ان كبسوله الكولوسيز بتديك الجرعه كامله بتاعه الفيتامين د، عشان اوريدي معمول حساب النقطه دي في اصحاب السمنه المفرطه او السمنه العاديه. طيب
يبقى دول احنا زي ما اتفقنا بنلاحظ عندهم نقص فيتامين د. اول فئه، اول فئه معانا ده اكيد اصحاب السمنه، اصحاب السمنه. عشان كده بنقول له هناخد كولوسيز، وفي نفس التوقيت انت بتدور على مصدر انك تبدا تخس، عشان برضو فيتامين د يبقى حتى لما تيجي اخده يبقى يقدر ياثر فيا تاثير على قد الكميه اللي انا خدتها وعلى قد الجرعه اللي انا خدتها ولا انا عايزها. دي اول نقطه. طيب النقطه الثانيه، مين اللي يحس ان عنده نقص فيتامين د؟ اللي عنده خمول، كسل. يعني انا دلوقتي قمت من النوم باكل اكل صحي عادي جدا والدنيا كويسه وعادات صحيه ومفيش اي مشكله، ولكن كل مشكلتي ان انا بقوم من النوم لو قعدت شويه احس بالارهاق والتعب مع اني لسه قايم وعايز ادخل انام تاني. بالظبط فعلا، يبقى في كسل في جسمي كتير جدا بيحصل لنا كده. دي نقطه مهمه جدا جدا وعايزين نقولها. توقع بنسبه كبيره انك عندك نقص في فيتامين د. طيب مين برضو اللي بيبقى عنده نقص في فيتامين د؟ اللي اصحاب مشاكل الكبد والكلى. يعني ايه؟ يعني اللي عنده مشاكل في الكبد او الكلى توقع ان عندك نقص في فيتامين د. ليه؟ لان هو مسؤول مسؤوليه كامله عن تحويل الفيتامين د من الصوره الغير نشطه للصوره النشطه. يعني في بروسيس عمليه بتتعمل كده، هي بتتعمل عن طريق الخلايا دي انها تقدر تتحول. طب لو عندي مشكله في الخلايا دي يبقى كده انا عندي نقص فيتامين د، يبقى لازم برضو اخد الكولوسيز بالنسبه لي. تمام. هل الكولوسيز امن للناس دي؟ اه طبعا امن جدا. لان احنا قلنا في البدايه ان ده ناتشرال، حاجه طبيعيه. فتخيلي لما هو يكون امن لاصحاب الامراض المزمنه زي امراض الكلى او الكبد، فهو مش امن للناس العاديه؟ طبعًا. لا طبعا يبقى امن جدا كمان للناس العاديه. طيب دي بالنسبه برضو الحاجات دي. طب في حاجه تانية بنسميها احنا المزاج، او بمعنى صح لو انا مودي مش حلو او مزاجي مش حلو او في اكتئاب عندي او في شعور عندي ب ب ب ب بحاجه كده زي ما بيقول، يقول لك لا انا مش مقبل على الحياه قوي، او بمعنى صح انا مخنوق ومش عارف مخنوق. ايه السبب؟ انا لوحدي كده زهقان مخنوق وما عنديش اي اسباب تانية. كل حاجه كويسه عندي. اعرف ان انت عندك نقص في فيتامين د. بيأثر على الحاله النفسيه يا دكتور؟ الجديده دي بيأثر طبعا على الحاله النفسيه بطريقه عنيفه جدا بالنسبه لنا. كل الحاجات دي. طيب وفي واحد كمان خامس ومهم جدا، ويمكن كلنا مع دخول الشتاء هنبدا نحس بيها. في واحد يحس ان انا عضلات جسمي وجعاني، العضلات عظمي وجعني، الم العضلات ومش عارف ايه السبب، ومعوش اعراض تانية. هو عنده الوجع ده. انا ليه بقول كلمه وما عندوش اعراض تانية؟ لان ممكن تكون في امراض اخرى بتسبب هذا السبب، ولكن انا بقول انا عندي ده وانا كويس، ما فيش اي حاجه، ضغطي كويس، ما عنديش سكر مثلا الكلام، الحاجات دي كلها انا كويس فيها جدا، وسكري مظبوط وضغطي مظبوط، يبقى اذا وعندي ضعف في العضلات يبقى انا عندي نقص في فيتامين د. الحاجات دي كلها يا جماعه نقدر نعرف واحنا قاعدين في البيت ان انا عندي نقص في فيتامين د. طبعا بعد ذلك انا بعمل تحليل. طبعا ده لو حبيت لو ان انا لو قادر، لو قادر، لو عندي المقدره ان انا اعمل لو التحليل. انا ما عنديش اي حاجه تمنعني، اذا كانت ماديه او معنويه. في ناس ما بتحبش تقول لك لا انا مش رايح معمل، مش رايح اي حاجه، انا خليني قاعد. فهو في احنا بنحاول نقرب لها الصوره، انت عندك نقص ازاي. في تليفون جالي وانا جاي لحضرتك. التليفون ده كل اللي قاله لي ان في مشكله مع الشخص، ان هي عباره عن ان انا اول حاجه عندي اكتئاب، مش مقبل، تعبان نفسيا، بعمل مشاكل كتير في البيت، عظم جسمي كله وجعني، عضلات جسمي وجعاني، بقيت حتى انا بقيت الاعراض بقت مختلفه كتير جدا معايا وانا بسمعها. فنعرف من كده ان ده عنده نقص فيتامين د. طيب وعلى فكره وطلبت منه قلت له لو ما قدرتش تعمل فيتامين د، لا استاذنك خد فيتامين الف ودال واوميجا 3، خد الكولوسيز في الكولوسيز، حاجه زي كده هتقدر تامنك. بس اصبر على نفسك شويه، هتلاقي نفسك الدنيا بقت تبقى كويسه معاك. اعراض مختلفه مش مرتبطه ببعض، لكن عامله لي لخبطه جامده جدا. يعني انا دلوقتي في البيت لو شكيت، يعني انا قاعده دلوقتي بسمع حضرتك، شكيت في عرض من اللي حضرتك قلتهم دول مثلا موجود عندي، بقوم من النوم حاسه ان انا تعبانه وخمانه وعايزه انام تاني، لا على طول عضلات جسمي وجعاني، طب انا من غير ما افكر ابتدي اخد الكولوسيز؟ مش مجرد ان انا هستفيد بفيتامين د بس، لا فيتامين الف ودال والاوميجا 3، كل مكونات الكولوسيز اللي كله بيكمل بعضه. يعني فيتامين د في حاجات عايز عناصر مساعده ليه. فيتامين الف على فكره بيساعده في المناعه كويس جدا، بيساعده في تنظيم ضغط الدم، بيساعده في تنظيم السكر، مستويات السكر عندنا، بيساعده في الاكتئاب. اوميجا 3 برضه بيساعده في ازاله نسبه الدهون اللي عندنا الضاره. حاجات كتير يمكن قلناها في فقرات كتير وهنقولها بعد كده مع حضرتك بالنسبه للمكونين الاخرين للكولوسيز اللي هو فيتامين الف والاوميجا 3. اخد دلوقتي القرار
وابتدي اخد الكلوسيز. وزي ما اتفقنا هو امن جدا، هو مكمل غذائي يا جماعه، مكمل غذائي يعني مجموعه فيتامينات بتكمل بعض وبتكمل الجسم بالفيتامينات اللي ناقصاه، مش كده يا دكتور؟ مظبوط. وطبعا زي ما دكتور مصطفى قال لنا اهمهم فيتامين د، وقال لنا شويه اعراض، بجد كلام دكتور مصطفى مهم جدا، عارفين بينور لنا الدنيا كده، بينور لنا دماغنا بجد يا دكتور. يا رب نفيد يا رب. فناخد الكلوسيز بمنتهى الامان. دكتور مصطفى قال لنا ان هو امن على جميع افراد الاسره مختلف الاعمار، كمان اصحاب الامراض المزمنه واللي بياخدوا ادويه على طول، هو لا مع اي ادويه بناخدها لا يتعارض مع اي امراض، بالعكس ده قبل كده دكتور مصطفى قال لنا ده كمان بيساعد في علاج امراض معينه، امراض زي امراض السكر، زي السكر والضغط والقلب. الحاجات دي كلها بيقدر يظبط مستويات الضغط عندنا، بحيث ان انا لو ماشي على علاج الضغط بتاعي ما يجيش ان انا اروح للطبيب المعالج والاقيه يزود لي التركيزات بتاعتي، او يزود نسبه الانسولين لو كنت مريض سكر، او يزود جرعه البرشام بتاعه الاقراص اللي باخدها للسكر، كل الحاجات دي، لان هو بينظم معاه. يبقى اذا هو عامل مساعد قوي جدا جدا لكل الناس بما فيهم الامراض المزمنه زي مريض الضغط وكبار السن. وكبار السن ده اهم حاجه بالنسبه لي، كبار السن او فوق سن ال 50 سنه، ده انا كمان بديله جرعه زياده عن الباقيين. طب ايه راي حضرتك نشوف كده الجرعات، ومن اول سن كام ياخد مثلا كبسوله، ياخد نقول الجرعات كده كلها تاني؟ تمام، احنا بنقول من سن سنه لحد 7 سنين دايما بنقول كبسوله واحده، الام بتفضيها على اي حاجه بيحبها الطفل، سواء كانت شرب او اكل، مش هلا تتعارض ابدا مع اي حاجه خالص. هي نقطتين زيت، الكبسوله فيها نقطتين زيت مش اكتر من كده. بالظبط. وفوق سن 7 سنين انا باخد كبسولتين في اليوم كما يتراءى ليك، عايز تاخد كبسوله الصبح وكبسوله بالليل ماشي، عايز اخد كبسولتين مع بعض برضه مش هتفرق خالص النقطه زي دي. طيب عايزين نقول بالنسبه لي فوق سن 50 سنه او اصحاب الامراض المزمنه، لا انا اقول له خد 3 كبسولات. عايز توزع 3 كبسولات على مدار اليوم يوميا. حلو قوي. ودايما انا بقول يعني اللي ساعدني في نقطة ان الكلوسيز اقدر اقول فيه الاستمرارية، في بعض المكملات الغذائية كتير جدا ما اقدرش اقول انك تستمر عليها لسببين. اول سبب ان المكملات الغذائية دي بتبقى فيها نسب عالية جدا عن حاجة الجسم، لكن الكلوسيز في الجرعة اليومية اللي بيحتاجها جسمي بس من فيتامين الف ودال والاوميجا 3. حلو. ده رقم واحد. طب رقم اتنين، في حاجة مهمة جدا، السعر بتاعه بيبقى افوردبل، يعني سعر مناسب انا بالنسبة لي عشان اقدر اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. مش بقول كل الناس ميسوره الحال، ولكن في بعض الناس بتبقى عايزه تاخد المكمل الغذائي وعايزه تحط بند في ميزانيتها، بس المشكله كلها ان هي عندها في اهتمامات اخرى او حاجات مهمه تانية او سعره عالي ما اقدرش استمر عليه. فدي نقطه كويسه جدا ان برضو السعر مناسب جدا للناس، فدي انا عايز الاستمراريه. انا بقول الكلام ده للاستمرار على الحاجه، مش بقول ان انا ابص تحت رجلي واقول الله ده انا هاخد مثلا. أيوة. لا، ان انا ما باخدش كبسوله للصداع او برشامه للصداع وخلاص كده على 10 دقائق. لا، مش كده خالص. انا يا جماعه بقول ناخد الكلوسيز عشان الوقايه، والوقايه دي هتعرفها انت بعدين، وهتحمي نفسك من حاجات بعدين، تقول يا ريت الزمن كان رجع بيا لورا وكنت خدت كبسوله الكلوسيز اللي فيها فيتامين الف ودال والاوميجا 3. طيب ناكد تاني ان هو موجود في كل الصيدليات، وان هو مرخص من وزاره الصحه يا جماعه، تقدروا تطلبوه من اي صيدليه قريبه من بيتكم، مش كده يا دكتور؟ مظبوط. وخاضع للرقابه الدوائيه. مظبوط. صح كده؟ وزاره الصحه والرقابه الدوائيه الاثنين مع بعض طبعا. وان سعره ثابت طالما موجود في الصيدليه، ما يقدرش يقدر يلعب في سعره، فعلا بيبقى السعر ثابت جدا زي اي حاجه بشتريها من الصيدليه. تمام. يبقى النهارده اتكلمنا على حاجه مهمه جدا، اهم فيتامين يا جماعه، فيتامين د مهم جدا. دكتور مصطفى نور لنا النور وقال لنا ايه الاعراض اللي انا لو حسيت ان الاعراض دي موجوده عندي، او حتى عرض واحد يا دكتور، مش كده؟ هو عرض لو واحد. عرض مش واحد كل. لا طبعا مش لازم كله. اي عرض من الاعراض الخمسه اللي احنا قلناهم نبتدي ناخد الكلوسيز كوقايه. مظبوط. صح كده؟ مظبوط مظبوط. دكتور مصطفى حامد حضرتك نورتني وشرفتني، وبشكرك دايما دايما على انك بتنور لنا الطريق وبتعرفنا اهميه الكلوسيز في حياتنا. مرسي. في حياتنا العائليه اهم حاجه، حياتنا العائليه، في حياتنا العائليه. فعلا. اشكرك اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، واتمنى من الله ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم كلها من اولها لاخرها، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.